قام فخامة اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، يرافقه نائب رئيس المجلس والسفير اليمني بزيارة إلى وزارة الداخلية. يأتي ذلك في إطار زيارته إلى مملكة البحرين، حيث كان في الاستقبال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما كان في الاستقبال سعادة رئيس جهاز المخابرات الوطني وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية والمفتش العام. تعظيم سلام سلام قف. وقد رحب معالي الوزير بزيارة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والوفد المرافق لتبدأ جلسة المباحثات الثنائية بين الجانبين، حيث أشاد معالي الوزير بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص البحرين على أمن واستقرار اليمن وتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد فيما يتعلق ببرنامج التدريب والتعاون الأمني بما يحفظ أمن واستقرار اليمن. وتضمنت المباحثات بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم استعراض عدد من البرامج التي تقدمها وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على الهوية الوطنية، ومنها برنامج مكافحة العنف والإدمان معا، برنامج العقوبات البديلة، والمضي قدما في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. وفي ختام الزيارة سجل فخامة اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة كلمة في سجل الزيارات، أعرب فيها عن سعادته بزيارة وزارة الداخلية بمملكة البحرين والالتقاء مع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وبحث سبل التعزيز أو تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، معربا عن جزيل شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.